شوف الحلو بتاعنا هنعمله ازاي سريعا كده مع بعض. مقاديره على الشاشه وانا شرحت العجينه بتاعته بتتعمل ازاي. هنشوف مقاديرها على الشاشه اختصارا للوقت بتاعنا لان وقتنا من ذهب. عباره عن كوبايتين من الدقيق، بياخدوا بيضه، بياخدوا نص كوب من الحليب، بيكنج باودر، مش خميره، حلو الكلام، ورشه ملح ومعلقه من السكر ومعلقتين من الزيت. بنعجن العجينه وبنسيبها تتخمر تقريبا ساعة الا ربع او ساعة، وكل ما تقعد فترة طويلة من التخمير كل ما تبقى احسن، مع ان هي ما فيهاش خميرة، بس لازم مادة الجيلاتين اللي موجودة في الدقيق تلتحم كلها مع بعضيها وتتفق كلها مع بعضيها ان هي تدينا عجينة حلوة بالشكل اللطيف اللي حضراتكم شايفينه ده كده. حلو الكلام؟ وهنشتغل في الحلو كده واحنا واقفين مع بعض، نشيل الحاجات دي مش عايزينها بقى، نوسع لنفسنا كده. اللهم صل على النبي. نعم. عينيا. وهشتغل في الحلو ده كده ومعانا ربنا. خلصنا الحمد لله رب العالمين، ما خلصناش بنعمله تاني يوم. واحنا مع بعض كده انا معايا طاس على النار، طاستين كده، هبدا ان انا ايه احطها على النار كده واجيب طاسه كمان، كانك بتعملي كانينولي بالظبط. زي الفل. وادي طاسه بس خلاص تمام. تعالوا نعمل مع بعض الرز المعمر، انتظروه مننا ان شاء الله الاسبوع ده عشان خاطر الاخت اللي اتصلت من شويه، ونتمنى لها يا رب الصحة وربنا يديها الصحة ويشفيها يا رب ويعافيها. تعالوا مع بعض هنعمل العجينة دلوقتي. يلا المقادير على الشاشة، مقادير العجينة. حلو قوي. طيب حاضر اشتغل يعني. حاضر اهي. ما انا هعمل والله، واللي نعمله مش مع زي الفل تمام. العجينة بالشكل ده كده اهو، ومعانا التفاح الأخضر ده كده. ايه ميزة الحلو ده وايه فكرته بالظبط؟ ان انا بعمل عجينة عادية خالص، وبجيب التفاح ده بقطعه شرايح بالشكل ده كده مع حضراتكم بالقشر بتاعه زي ما هو كده اهو، وتقطع رفيع قوي كانك بتقطعي بطاطس هتحمريها، شايفين الجو ده كده اهو. انا هعمل واحده دلوقتي قدام حضراتكم واقول لحضراتكم هي بتستوي ازاي، وبناء عليها ده اكزامبل يعني مثال، تعملي عليها 2 3 4 زي ما انت عايزه. والنشابه معايا، التفاح هنا قدامي اهو. نفرد العجينه دي كده من غير دي ومن غير اي حاجه خالص بالشكل ده كده اهو، كانك بتعملي عجينه الكانانولي او عجينه الكريب بالشكل ده كده اهو. تعمليها دايري كده بالشكل ده كده اهو. زي الفل يا عم الشيف. ومش هنحط زيت ولا نحط اي حاجه خالص في قلب الطاسه اهو. حلو. وناخد التفاح بتاعنا ده كده بسكينه صغيره نشيل قلبه. معلش احنا استاذ مخرجنا الجميل استاذ شفيق بنعمل واحده مع بعض عشان حبايبنا اللي بيتابعوا دلوقتي يعملوا الحلو ده كده اهو بالشكل ده كده اهي. واحده زي الفل، ونحط دي كمان، دي ما فيهاش، ونحط دي كده جنبيها تمام. وعندنا العسل الاسود الجميل ده كده بالمعلقه، ونحط منه شويه على التفاح. شفتوا فكره الحلو ده كده اهو، مش مكلف حاجه. التفاح عندنا في البيت الولاد مش عايزين ياكلوه، هتقطعيه زي ما انا مقطعه كده كانك بتقطعي بطاطس اهو. حلو. ونجيب العجينه الثانيه بالنشابه يا عم الشيف، نفرتها وهنحطها على الوش ونقلبها بعد ما بنعملها ضفيره او نقفلها. هنشوف نقفلها ازاي مع بعض. الطبيعي انك بتعملي عجينه كبيره شويه اكبر من الاولى بسنتي تقريبا اهو. حلو اهو، ناخدها كده اهو اهو، فكره اهو. مش هحط سكر اهو، زي الفل، واقفلها كده اهو بايديا اهو. بس خلي بالك التفاح ما يجيش على الاطراف ولا العسل يجي على الاطراف بالشكل ده كده اهو اهو. اضغطي بيدك كده زي الفل، وتسيبيها على النار كده تستوي، والعجينه تكون رقيقه والعجينه ما تاخدش خميره اهو. زي الفل. اغذيها كده وانا واقف. عملنا واحده مع بعض، لو في وقت تاني ممكن نعمل واحده مفيش مشكله بس هي فكره الحلو اهو. تحط ايه ده يا شيف؟ ممكن نحط كده معلقه زبده صغيره بالشكل ده كده زي الفل، ونسيبها تعيش. طرف ايدي كده صغير دي حطيتها يا شيف اهي. شفت عملت ايه في العجينه؟ خلتها في قلب الطاسه اهو. اوبا صلى على رسول الله.
زي الفل. نعمل واحده مع بعض ولا نشتغل زي ما انتوا حابين؟ اه حلو. تعمليه في المطبخ وانت واقفه من غير فرن ومن غير اي حاجه خالص، نفس الطريقه. اه واحده تانية لغايه لما مخرجنا يقول لي خلاص هنفرد العجينه. اه اه بالشكل ده كده زي الفل. انا عايز اقول حاجه النهارده، الاكل بتاعنا اكل صحي، وتقدري بقدر الامكان وتجتهدي في انك تختاري يوم في الاسبوع يكون الاكل صحي، وتكتبي على باب الثلاجه الصحه تاج على رؤوس الاصحاء والوقايه خير من العلاج. وانت بتعملي في المطبخ كده تفكري ازاي تهربي من الدهون، سواء سمنه سواء زيت سواء زبده، وانت شغاله. الحلو ده صحي، معمول بعسل اصفر بتاعنا اللطيف، او العسل الاسود المسمى بتاعه، مع شرايح التفاح والعجينه، شايفين عاملينها مع بعض ازاي، واقف جنبها كده تستوي على نار هاديه. عملنا